عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أستاذ إبراهيم الأمين، مدرس الكيمياء. برحب بكم طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس منارة الأندلس الثانوية الخاصة. هنتكلم النهاردة عن درس جديد، وهو درس المعادلة الكيميائية. درسنا في المرحلة الإعدادية التفاعل الكيميائي، وكنا بنعرف التفاعل الكيميائي إنه عبارة عن كسر للروابط بين ذرات وزيئات المواد المتفاعلة، وتكوين روابط جديدة بين ذرات وزيئات المواد الناتجة. وكنا بنعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية. إيه هي بقى المعادلة الكيميائية؟ بنقول إن المعادلة الكيميائية عبارة عن مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية للمواد الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة منه، يربط بينهما سهم يحدد اتجاه سير التفاعل. طيب يبقى ايه تاني المعادله الكيميائيه؟ بنقول عباره عن مجموعه من الرموز والصيغ الكيميائيه للمواد الداخله في التفاعل والمواد الناتجه منه، يربط بينهما سهم يحدد اتجاه سير التفاعل. طيب ازاي بقى، او ايه الشروط اللي انا لازم ابقى عارفها عشان اكتب معادله كيميائيه؟ لازم اعرف المتفاعلات والنواتج، ودي بعرفها من نتائج التجربه العمليه. رقم 2، لازم ابقى عارف الرموز والصيغ الكيميائيه للعناصر والمركبات. رقم 3، لازم اكتب المواد المتفاعله على يسار السهم والمواد الناتجه على يمين السهم. رقم 4، لازم المعادلة بتاعتي تكون موزونة. ويعني ايه معادلة موزونة؟ يعني عدد ذرات كل عنصر في المتفاعلات لازم تبقى عدد ذرات نفس العنصر في النواتج. طيب رقم 5، بنقول كتابة الرموز الدالة على الحالة الفيزيائية للمادة. ولما اقول كتابة الرموز الدالة على الحالة الفيزيائية للمادة، يعني مثلا لو المادة غازية بتاخد حرف الجي، وهو اختصار لكلمة جاز، يعني غاز. طيب ولو المادة سائلة بتاخد حرف ال، وده اختصار لكلمة ليكويد، يعني سائل. طيب ولو المادة صلبة بتاخد حرف الاس، وده اختصار لكلمة سوليد، يعني صلب. ولو المادة في محلول مائي بتاخد ايه؟ حرف رمز الاي كيوب، وده اختصار لكلمة اكواس، يعني محلول مائي. ولو المادة في صورة بخار بنقول انها بتاخد رمز البي، يعني نقول في خطوات كتابة المعادلة الكيميائية. أول حاجة من خطوات كتابة المعادلة الكيميائية كتابة المعادلة لفظية. يعني إيه؟ يعني هكتب اسم العنصر أو اسم المركب اللي موجود في المتفاعلات أو في النواتج. بعد كده كتابة المعادلة رمزية، يعني هحول العنصر أو اسم العنصر للرمز بتاعه، وهحول الصيغة بتاعة المركب للإيه؟ للصيغة الكيميائية بتاعته. تمام؟ طيب بعد كده رقم 3، وزن المعادلة. وزي ما قلنا انه مساواة عدد ذرات كل عنصر في طرفي المعادلة، يعني في المتفاعلات وفي النواتج. رقم 4، كتابة الحالة الفيزيائية للمادة زي ما شفنا قبل كده. طيب هناخد بقى جزء من وزن المعادلات، ولما يجي يقول لي مثلا تفاعل الهيدروجين مع الاكسجين لتكوين الماء. الهيدروجين الرمز بتاعه أول حاجة هيدروجين الرمز بتاعه H2. طيب الاكسجين O2، يبقى هبدا اكتب رمز الايه؟ العنصر. ادي H2 زائد O2 بيديني H2O، وده تفاعل الهيدروجين مع الاكسجين لتكوين الماء. طيب بعد كده ببدا اكتب الرمز الدال على الحاله الفيزيائيه للماده، زي مثلا الهيدروجين بياخد الرمز G، يعني جاز. طيب والO الاكسجين بياخد الرمز جي لانه غاز برضه. طيب بعد كده النواتج H2O الميه بتاخد الرمز L لانها سائل. طيب ولما اجي ابص للمعادله بتاعتي الاقيها مش موزونه. ليه مش موزونه؟ لان انا عندي ذرتين هيدروجين وذرتين اكسجين في المتفاعلات، لكن لما اجي ابص للنواتج بلاقي ان في ذرتين هيدروجين وذره واحده من الاكسجين. يبقى انا لازم ابدا اوزن المعادله بتاعتي. طيب اوزن المعادله ازاي؟ اول حاجه بيبقى في حاجه اسمها المعاملات. المعاملات دي رقم او عدد بيتكتب قدام كل عنصر في المعادله. فانا هبدا اشوف انا عندي ذرتين هيدروجين وذره اكسجين في النواتج.
طيب اجي ابص بقى للمتفاعلات، عندي ذرتين، كان عندي ذرتين نيتروجين وذرتين اكسجين. طيب دلوقتي انا عايز اخلي الاكسجين اللي في النواتج عايز اخليها اتنين، فهعمل ايه؟ هضرب ال H2O في اتنين، ما ينفعش غير ان انا اضرب المركب كله في اتنين. طيب لما ضربت ال H2 في اتنين فبقى عندي ذرتين هيدروجين، ذرتين اكسجين واربع ذرات هيدروجين، يبقى هروح الناحيه الثانيه عند المتفاعلات وهضرب ال H2 في اتنين عشان يبقى عندي اربع ذرات هيدروجين في المتفاعلات وكمان اربعة في النواتج، ويبقى عندي ذرتين اكسجين في المتفاعلات وكمان ذرتين اكسجين في النواتج، وبكده تبقى المعادلة بتاعتي موزونة، معادلة رمزية موزونة وسهلة. في المعادلة الكيميائية ويجي يقول لي اكتب المعادلة الرمزية المعبرة عن تفاعل احتراق المغنيسيوم في جو من الاكسجين لتكوين اكسيد المغنيسيوم. اول حاجة انا بقول كتابة المعادلة لفظية، يبقى رقم واحد كتابة المعادلة لفظية، فهقول ايه؟ مغنيسيوم زائد اكسجين بيديني اكسيد مغنيسيوم، بيديني اكسيد ايه؟ مغنيسيوم. طيب انا حولت ايه؟ يعني خدت السؤال بتاعي وحولته لصيغه لفظيه، حولته لصيغه ايه؟ لفظيه. طيب رقم اتنين هحوله او هحول اللفظ اللي عندي لرمز، يعني هشيل المغنيسيوم واحط الرمز بتاعه، هشيل الاكسجين واحط الرمز بتاعه، وكمان هشيل اكسيد المغنيسيوم واحط الرمز بتاعه، وما انساش ان هو هنا قال لي احتراق، يعني في تسخين او في حراره، يبقى لازم اكتب المثلث بتاع الحراري. انا لو عندي حراره عندي احتراق عندي تسخين فلازم اكتب مثلث الحراره. رقم ثلاثة هوزن المعادله بتاعتي. طيب هبص لعدد ذرات المغنيسيوم، هنا ذره مغنيسيوم وفي النواتج ذره مغنيسيوم. طب ابص الناحيه الثانيه للاكسجين، انا عندي ذرتين اكسجين وهنا ذره واحده اكسجين، عايز اخلي عدد ذرات الاكسجين في النواتج قد عدد ذرات الاكسجين في المتفاعلات، فهبدأ اضرب المركب ده كده في اتنين. يبقى انا عندي ذرتين اكسجين وعندي كمان ذرتين مغنيسيوم في النواتج، كده انا وزنت الاكسجين. ابص بقى للمغنيسيوم، هنا في ذرتين وهنا في ذره واحده، يبقى لازم اضرب هنا كمان في اتنين، وكده اصبحت المعادله بتاعتي موزونه. طيب ايه تاني؟ هكتب بقى الرموز الداله على الحاله الفيزيائيه لكل عنصر وكمان للمركب. انا عندي المغنيسيوم ده عنصر صلب وكمان الاكسجين غاز، واروح عند اكسيد المغنيسيوم وده بيكون صلب، وبكده تبقى المعادله بتاعتي معادله رمزيه موزونه وكمان صحيحه. بكده ان شاء الله تكون انتهت حصه النهارده، وان شاء الله الى لقاء اخر وفي حصه جديده ان شاء الله في القريب العاجل.